أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما المفعول فالمهمل إن كان الأول حذف أو الثاني أضمر إلا أن يمنع مانع وليس منه نحو حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا كما قاله بعض المحققين ام بحثك بحثي تنازع لكوتاي بحثك دان البت بلان خو بيقمان او بحثها بحثي زوتر هل دقري لا تنازع دا او كخالك ك جيجي توافقي بشي زور لا زانانا أيش أويك فاعل دبيب بيت أو فعلان كفاعلين يا تشيشي هي لقال فعلك كلاسر فاعل دبيب بصورة زميل وبيحندرت إيه حرتن برا لبكو في كان منتقدي أون شون كذلان إضماري قبل الذكر ولا بلان اعتبار بوخسهر ناك لدبيب فاعل بيت إيه بلان لسر مفعول إيه قاعدة كآوى أما المفعول إيه أو وافر الزكين هردو فعلك فاعليا قرت باشا أم جا بلين فاعليا هي ولا سر مفعول ششهانا باش دلين بو مفعول تشبكين أما المفعول فالمهمل إن كان الأول حذف حذفا نائب فاعلك هو يأتيته بمفعول بلا مفعول أجر مهملك مهمل من هي ومعمل من هي معملك يعني أو فعلك عملي بيدراوة مهملك يعني أو فعلك عملي بيدراوة لعمل كوش مفعول أجر مهملك باشا فعل أولك بو يعني فعل أولك أو فعل أبو كلكار من خصبه وعته يعني برأي بسر كان كارمان كدبو شون لرأي بسر كان دا وكو توضيح من دا عمل دا دريبا فعلي دوام نقب أول إيه أجر فعل أول كان مهمل بواته لكار كوتبو يعني عمل كمان ندا أبو بوي بلان فاعل بو فعل أول كان بلان مفعولين أبو حذفة حذف ذكرت بو بدليل أو مفعول لسر دروزبوني كلام هج رولي كينيا وهج كاريجري كينابي لو كلام دا كمفعولي تدان بيت هج شيء كينيا بقول علماء بيلان فضلية جا لقديم دا كيما درس ما دخوين فضل وزايدة جاري ويا تعبيري خلاب يا مبكار دبر بلان كو تعبيره غلط بو ألبت عمل زايدة خلاصي كلام يعني كي الله بعنا به مثلا ايوا اويد يقول بل انا ام لباري ادب وادبي كي جوانيتي يعني وهم لباري علمي شوشتي كي محكمنيه فضله بو معنانيه كبكارنايا چونك اما لبحثي حال او انا دالك تي بكاني كي ليش توضح من دا جاري و معناي جمله كلا سر فضله يك دوستي بل ان فضله علماء عادتك يعني هي بالنسبه معمول ودلن معموله كي يا عمده يا فضله عمدة أوانا كمرفوع كلامك لسر أوانا لوانا دروز دبيت باشا بلان علماء دلين لعمدة بملاواتا ككلامك دروز بو دو ركني كلامك كمسند ومسند إليه كامل بو أوي بدو أو داهد جار مجرورة مفعولة مفعولة كان هر كامي كان حالة تميزة مستثنى هر شيء بيلان فضلا يعني اوي لدروي بازني كلام قراها دي قلت بيضل الفضل النق او كبكارني چونك جاكو اقا بكارنا هاتايا علماء چه بيو سيدا كلي هم لسر تميز خصاب كان چه بيو سيدا كلي او همو بحثنا خوشو سقدر لسر المستثناء كان چه بيو سيدا كلي او همو بحث تولاني لسر حال بكلي نا فضل ابو معناني بيتام و بيمعناي و بيمزي و هيچ كاري نا 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 فضل ابو معنايا كلامك تشكيل بو دروز بو دوا دروز بوني كلامك يا كدبينين ايما هرشتك بدوا دروز بوني كلامات بيدل فضلا نك او امشتي كي بيجو بيرب نا چونك شتي بيجو بيرب لا علمي عربي ده هر اصلا لا بنرته وجوديني اي زوت شاكا اي جا اگر فعل اولك لكار كوتب عمل من داب وبفعل دوامك مفعول فعل اولك حذف ذاك اي باشا مثلا بونمونا
بفرض مثال زو صار ديني نانية ضربت وأكرمت زيدا ضربت أكرمت أو دود أنا فعلا هادو كان فاعليا هي فاعليا خوان قرتوا هادو كان متعدين لسه مفعول شيئا تبعة عملك لدين بفعل دو مكاك أكرمت أي بفعل أولا كما فعل جدا وكين حذف حذف يكين مقر أو إلا أن يمنع مانع أن يمنع مانع مانع بيت بلوا باشا أن يمنع مانع درس الشيء وخيني بمشا مانعك بيتا بيشوا مانعك لا أرادا إذا مانع لا أرادا نبو حتما مفعولك تشيل ذكري حذف ذكري أو أجر مهملك فعل أول بو باشا أو تشيل ذكري هه قري أو بيا ونمري حذيفة بلا وات أجر تكراري وكم بزمانك سادتر أجر عمل من داب فعل دومك وكو بسري كان دلن وفعل أولك داوي مفعولي ذكرت إيه وايا الزور تاكا واجب حذف مفعولك بكين شونك حذفك قصي منطقية ودرسة وقصي لبار وقياسية لباري نحبيه إيه بو شونك أجر مفعولك حذفناكين محزوريك نحوي ديتا بيشو يعني تي يعني حالتيكي قولة ديتا بيشو يا بمعنى ايش كبيلين مانعك صنعتي مانعك النحوي بربسك النحوي لبردا مثلا هل او مثال كم بم هنا يعني ضربت مثلا بنمونة باشا ايه بفرض مثال اوا واخواني ضربت اكرمني زيدني شيء كتلانيه ضربت فاعلها باشا ضربت فاعلها اذا تاك اكرم مفعولها كيك دلين ضربت وأكرمني زيد. إيه. لسر زيدي كشان. ضربت دلدي كم مفعول بوخم. شنك مفعول منيا. أكرمني مفعولي هيك هيك دلدي كم فاعل بوخم. إيه. باشا كاكا. دي استيما وكو بس يكان عمل مان كردوا. عمل مان داو بتي با فعل دوا مكاكا أكرمي. باشا. أي كوري أوبيا ونمري. كدوا مان تفاعل بو أكرمني. أي أمزة ضربت ويتي لبكين مفعولي بو بينين. بلين ضربته وأكرمني زيد. لبرابر يك دانا تشهد روبرو دبن اويش تي اضمار قبل الذكر يعني تي اضمار قبل الذكر مثلا اگر وخوين ضربته واكرمني زيد او مثلا مخلين باشا هيك بضربته متصل به وكم مفعول اتيته بو زيدي كلدواويا كهم للفظ على ريال دواويا وهم للرتبه على دواويا جاء البتة أمان برق شاد لبرق قولي زائفة رجيب يا بدري بو شون كدران فاعل رتبها اللي فيها شوية بلان آخر لجملة يجي كده بحثك أوي أولا أك فرضا أجر أوجنبي بلان بشيوي يجي كأو مثالي أول كينا وضربت وأكرمت زيدا باشا هدو فاعليا هي لسا مفعول في الشانة عمل كده دين بفعل دومك أقبلين ضربته وأكرمت زيدا ألي دا تشد رزبابو شون كمفعول هم برتبة لدواويا باشا وهم بلفظ لدواويا وأمدى عودي ضمير بو متأخيري لفظي كلا بحثك على اكتباع أخوين مان قرانوي ضمير بو اسمك كلا لفظ رتبا لدواويا لبالي نحو قد غيا بلان كومل استثناءات مان هيك استثناءات مان خلون دون أم باشا هيت كام لو استثناءانا نابد كوالي ودا بحث مان لكردوا اه اوه شيشكي باشا أو الثاني أضمره إيه يعني أما المفعول فالمهمل إن كان الثاني أضمره أول دتوانه مفعول أجر مهملك يعني أو فعلي كعملي في ندراو لكاركوتوا باشا لكاركوتوا أجر فعل دوا ما كبو يعني وكرئي كفي كان أمكرتي عمل ما كنا نقول كرئي بس لك يعني عمل ما دابا فعل أولك باشا إيه كعمل من داب فعل أول كا باشا أضمر مفعول لدوم دا دهندرت باشا بصورة الزمير إلا أن يمنع مانع باشا مجر مانعك لواقع دا لا أراد به يعني بصورة الزمير بويدينين مجر أو مانعك ببي أجر مانع بو يتر أو كاتيا لخزمة أنا عارس كم بشكل اسم ظاهر بويدينينو لبحث زمير تيا ديهنين دروا إيه أبتا ليرا كان دا أويكا من لكتبا كاني كأخي من دومتا وسرنجم داوا بو أويكا بلين فعل دوما كاش بلين لكار كوتبه
بلا هروايا قصك أوي دلين نظام لدرسي بيشو داخل من ينا بلا قصك أوي إيه قصك أوي كالكتب كاني كدا هاتو بلا ليرا دانا هاتو أما أو إشارية كوي أو أم عبارتها كدلين أجر عامل من ده بفعل أولك فعل دوامك هرشتي جميز بويديني باشا فعل دوامك هر شتي تشويسيا بويديني او يا بحثك اگر عمل من دا با فعل دوامك او بو فعل اولك مفعول حذف لك اما اگر عمل من دا بفعل اولك حروكو اغاني كوفيم دلن عمل دا بفعل اولك اگر عمل من دا بفعل اولك او كلكتي بكاني كده هيا يعني بمشي وازيك و عرستان لكم علماء دلين اوي بيوستي بيت فعل دوامكا كاستي لكار كوتوا تيا اوي بيوستي بي لمعمول ديدينيا باشا جا اقل بيرتان بي لشرح شزور ده توضيحاتيكي مفصل من دا ومفصل شا مفصل جنبي بلان لنوعي خوي دا باشا توضيحاتيكي باشا لواقع دا باشا يعني بس اقر عمل من دا بفعل أولك النجبة دوامك أو يا بحثك باشا بصورة معمول دوامك شيء هميز بصورة زميل بويديني أو يا بحثك جالك تبكاني كده هاتوا بلان ليركان دا جنابيا وكو إشارة إشاري إشاري بينا كدون لواقع دا أو يا بحثك إهدوتك بله اینی او قاعده تن لبیل بیم مگر معنی اگل بردم بیم یعنی چی معنی؟ یعنی معنی اگل بردم به هنانی زمیری مفعول که لعراده بیم اگر معنی اگل بردم هنانی مفعول به صورتی زمیر لعراده بو به شکل اسمی زهر دهینی ایتی مفعول که لشکل زمیر داری دهینی به صورتی اسمی زهر دهینی اه توا وليس من هنه حاسبني وحاسبتهما منطلقين الزيداني منطلقا كما قال بعض المحققين ايه زورت شاكا ولا تنازعني ام مثاليه ام مثال دي قد كان حسبني وحسبتهما منطلقين الزيداني منطلق باشا عرض برادراني خومكم اگر جاري بيهنين بشكلك تاو توی ام مثال بکن، ام مثال بکن. لسی و تیج ده ام مثاله هی که گرنا، که کد دو فعل من هی چن حسبنی یا چن حسبتهما، باشه؟ حسبنی یک مفعول اولیتی، چون که هر دو چن که یک فعلی فعل نفعلی قلبین دو مفعولین. لیت انتقال نشیم. حسبنی یک مفعول اولیتی مفعول دومی دارد. حسبتهما تیک فاعل کیتی و هما مفعول کی مفعول اول کیتی و مفعول دومی دو. یعنی هر دو حسب کن مفعول دومی اند. اد جوان جواب کن. باشه. حسب نی مفعول دومی دوید دبی مفرد بیه. با. چون که برزان لبیر تام به لفعل قلود. آم ز. ایواد لطف توضیح دادی. تفصیل دادی. آخر دخو تفصیل ندی. خو کبر هیچ حالی نبله رکانده. ای. لباسی افعال قلوب ده که به بحث من کردو پیشتر خویندو معنی ولا همو کتبک ده اوشته هیا افعال قلوب ده سنصر مبتدا و خبر مبتدا و خبر حتا مبتدا و خبرن او یه بحث که ایما مبتدا و خبر حتا مبتدا و خبرن دبه مطابقه لبینی خبر و مبتدا ده ببید لواقع ده ایه مگر او خبرک جامد به بمطلقیت مطابقه او وقت لازم ناکه ایه جا ام جا حسبني مفعول دوامي دويد مفعول كي دويد دوام كمفعول دوام كي عرضي جناب تانكم مفرد بي چون كمفعول اول كي تيا مفرد باشا إيه. ودبي هر دو مفعول كانش موافق يقبن لمفرد لتسنيو لجمع دا اوا بحثك اوايا باشا حسبني يك كمفعول اولي حسبيا جوان تماشاكن يي متكلم دي متكلم يك مفرد لنتيجه دبي خبرك شي لنوعي
مفعول عفو أريري هر خبره كي الأصل مفعول يعني مفعول دومك مفعول دومك شيء كخبر الأصل دبل نوع مفعول أوراق بد وكو أو مفعول أوراق كي كمفرد دبل مفعول دوم مش بيه مفرد بيه أما أو لا باشا أمزح حسبتهما أيش مفعول دوم يدبل إيه ثور شاكا مفعولي أولي هما يتصنيع ثور شاكا دي لكلامك جدا وكو أو دي بيني كأسته يعني لأصل كلامك آوايا مثلا حسيبني وحسيبتهما الزيدان منطلقا آوايا اشتيقني مطابقهما بيو بصورة تسنية بوي بيانين يعني لأصل آوايا حسيبني وحسيبتهما الزيدان منطلقا آوايا لأصل الله باشا كاكا إيه حسيبتهما مفعولي أولي وكو أرزم كدن هما يو تسنية دبي مفعولي دومكشي وكو أوابت لكلامك دا بيش منطلقيني منطلقاني ليا منطلقا بهما ناخوة بوشنك هما مصنايا منطلقا مفردا منطلقا بييك داخوة بيي حسيبني ايه زور شاك اب لنتيجة دا منطلقا دا كينا مفعولي دون بو حسيبني او حسيبني حسيبة فعلا يكا محل مصول مفعولي اوليتي الزيداني مرفوع او رفعي با الفا او فاعلكيتي منطلقا مفعولي دوميتي او مفعولي دومي حسيبني من وكو مفعولي أولك كيكيا هاو شيوي أو هنا من قرار من دا أنجا ما وتوا حسبتهما ديلا نتيجة دا أويش كاكا مفعول دوامي 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 دا إيه زور شاكا إيه مفعول دوامي دوامي زور شاكا ألي رداك آوة تماشا داكي بوبا حسيبني وحسبتهما الزيداني منطلقا حسبتهما مفعولي أولي هيو بابي مفعول دوام ما يوا إيه زور شاكا أو اگرش حسفی بکی بدر نخوا باشه لیره دا حسفی بکی چون که انسان واد زانه اوا زمیر یک و حذف بو چطو بو منطلقا چش درست بد لنتیجه دا ناکرشتی و اگر بصورت زمیر بیهنین بزمیری مفرد بیهنین لواقع دا آخر لگل همایا مطابقه ناکا دبيت شون كمفعول دوامي حسبتهماش هروكو مفعول دوامي حسبني وابد شون أو مطابق بمفعول أول غير مطابق بمفعول أولك إيه زود شاكا لنتيجة دا أمزا أجر زمير بينين دي خو زمير مرجعي دبيت دي مرجعي زميركاش منطلقنا أو مفردة نا قنجبي كينا مرجع بو زميري مصنى باشا لنتيجة دا لزمير لا ددين باشا وامجا دروس جنيا حسبي مفعول كبكين لواقع دا چونك هلا رقمان نيل بهالي نحبيوا ودروس جنيا بصوره زميل بهنين چونك اجا بصوره زميل بهنين دبي او زميله مرجعي بي مرجعك شي تنها وتنها اجا بزميل بهنين ومفرد بمرجعك شويه منطلقنا دي منطلقا مفردا ايما زميل تسنيه ما عنده ايوانيا لنتيجه دا بناتشاري لبحثي حسفي مفعولك تشاوب وشيدا كان حسفي مفعول دوما كناكن او يك دو لا هناني مفعول دوم بصورة زميل تشاوب وشيدا كان ناهينين لنتيجة دا بصورة اسم زاهل دهينين منطلقين دينين بوي منطلقين ببتا مفعول دوم بو حسبتهما كمنطلقين تسنية وماش كمفعول ولا حسبتهما تسنية او مطابقة كحاصل بو منطلقا مفعول دوم بو بحسبني بو حسبني منطلقين بو مفعول دوم بو تبو حسبتهما او حصفي او مفعولا شاش ادرو الزكاة لوقدا ام مثال بشكل ظاهر وكباب تنازع وايا بلان برا لمحققين كتو يانا نا لباب تنازعني لوقدا چونك لباب تنازع دا شاش لسر بوني معموليكا وجاري وهايا عمل كعمل درابيشان او كان لنوعي او معموليه محروم دبي بلام امليه كان دحر اصلا نخير هيك بزمير بوينه نهندرا وهر باسم زاهر هندرا كظاهرا لباب تنازع دائما او مانيه اگر عمل ماندا بيشان بو كي اسمك زاهر بينين اگر عمل ماندا بيشان بو كان زمير زينين لواقلا كمطابق متنازع فيه كمطابق اسم بكني زائل صلى الله عليه وسلم بلام لكان هذا بلا بشكل شكلك تنازع بلا لنا وروك دا اگر تماشاك تنازعني اولا بو چونك حد كان فعل دو مفعولين حد كان تير تصل مفعولي اول دو مخوان ينقرتو بيش شو بينقرت لواقلا ايه أما بعض المحققين إيش أوان قتوا برجل علماء دي جرنوب وابن هشام أما بين الله هذا ابن هشام نيا
پیج ابن هشامیش ابن حازم کتویتی پیج ابن هشامیش دوا ابن حازم و لبین ابن هشام ابن حازم جدا ابن مالک برحمتی خواب فرمویتی بسیم او تارا ایما بشکرانی خواهی گوله حدیقی سیش من تاو کرد الحديقة الرابعة في الجمل وما يتبعها باغي چوارم لباغي كاني صمدية لبحثي جملة كان وما يتبعها اوش كبشوين جملة كان دادت اوش كبشوين جملة كان دادت ظاهرا ما بسي بي ظرفو جار مجرورو دبي اوانا بدلا وقيدا لخاتمي حديقة كتا حديقة كاب ومن بعض كاب ومن دفر ميد الجملة قول تضمن كلمتين بإسناد فهي أعم من الكلام عند الأكثر فإن بدأت باسم فاسمية نحو زيد قائم وأن تصوموا خير لكم وإن زيدا قائم إذ لا عبرة بالحرف أو بفعل ففعلية كقام زيد وهل قام زيد وهل لا زيدا ضربته ويا عبد الله وين أحد من المشتكين استجارك لأن المقدر كالمسكور وما من أما طلبشنا أن بيبلم ألم حديقي شوار حتى لقينا آخر أم بحسانا مصنفي أم كتابة هرهم وكيل مغني ابن شام درينا أو حزوري ذهن تام ببيت كأوش تدلم لي ركانا دا اگر كسيك ام حديقي چوارو پنجب بزاني باوردي لسر تيگيشتن لمغني بنسبة بابي اول كهم قورترين بابي كتابكيا زيان لجلدي چي بخوي ترخان داوا و بابي دوامو سوامش جملو جارو مجرورا يعني دتواني بلين لسي باشي كتابكا دو باشي بم حديقي چوارو پینجا ویا یعنی لواقل یعنی دتوانی بلین ام حديقي چوارو پینجا مختصری کی شدید بو باب یکو دو سی مغنی که دو لسر سی کتیبی مغنی پیگ دیلن جابزانا ام پیاو چند عالم بوا عبارتی دبی بین وای ساخت و پرداخت بکاو دایمه که بتوانی ام هم مشتزوره لناو عبارتی که چکوله دا بگنجه نیو خلاصه بکر توانی او بخوی بحثی که ورده او جمله چیه؟ جمله دلق قولیه که دو کلمه وخو گرت بی دو کلمه لپالیه که دانا بی لپنایه که دانا بی دو کلمه تیکل بی یکر بن دو کلمه درگیر بی یکر بن بإسناد البت ابن هشام برحمد به لسرتاي بابي دودا لمغنيدا كدستي بيدكا كمن وقتي خوي بابي دوشم بفقيان دا قلت بابي سيشم بيدوكتن چونك والله بابانا زو ضرورين اما لسر همشتي نحو كارمان كلو لسر جملة كارمان نكدوا كبحثي جملة جدا نحو دا بحثي زو زو براسي بيستو ضروريا بلام منو بحثشم او بابشم پیدا کتن بلام بدا خوی تر خو فقیه سیزور جو نادن او بحثانا ایتر بیشی خوینن هر بوی تاو بیو خلاصه کلامو او ابن هشام لسرطه بابی دودا تعریفی کلام دکا نگ جمله و امجا لبرابری کلام دا جمله در دینت او یه بحثا که لخص من هرزان دفرمه جمله قوله که دو کلمه جمع کربیته و دو کلمه لخو گیت به با اسناده و یعنی لبینی او دو کلمه ده اسناد ببیت جا امزا فهی جمله اعمو من الکلام عام تره لکلام بربلاو تره لکلام یعنی او عموم خصوصا که که منطقی که اندالن لبینیان دایا للای زوربه علماء للاي زور بيع علماء يعني ما بس اويكا همو كلامك جملة نية عفو همو جملة كلام هيا عفو همو كلامك جملة هيا اما همو جملة كلام نية بلا چونك لا كلام دا افادة اصاصة كامل يردها اشارة فيها نكر حد الله
دو كلمه لبين عند ابي اسناد به باشا اما ايا مفيد به يعني به بحثي وتدا نكردوا او قيد مفيد بو كلام بكار دجيره يعني كلام دبي دو كلمه لخو بقري واسناد لبين عند ابي مفيد به واتا اجي اسناد بو بلا مفيد نبو نا كلام نيا دكري جمله به بلا كلام نيا يس ان نار حاره بلا بشي هر الزوري لعلماء جمله هيا اما اكو كلام كلام نيبو چونك لو تني ام جمله دا كببيتا جمله كي خبريه بو مخاطبه كيتو هيج خيروبيري گينابه و هيج فائده كي تازي پينادي به مخاطبه كي خود و هيج حواله كي تازي پينادي و هيج شتي كي گرينگي پينادي تو لواقع دا باشا جابويا ليركاندا بيگومان لكلام دا شرط افاده هي يعني دبي كلامك شتی کی تازه بدات از مخاطب کی خود جابویا واقعا او قصه جوان کلام و کو جمله نی و کو هنده علما ادعا کدو اوانی کمن اگادارم و تو یانا الله علم یشان زمخشریه الا مفصله فرمیتی یکیشان ابن مالک لکافی خویدا فرمیتی قول مفید طلبا او خبرا چی هو الكلام كاستمع وسترى أمزة لإدامة دا لشعر دوم دا بحث ذكاك دل هاد أو كلاما كآوايا جملشا زمخشري وادلي ابن مالك وادلي أبو البقايا عكبري زاهلا هر وادلي خاوني تفسيري إملاء ما من به الرحمن كتفسيري كي الزور بأرزشي علمية أويش زاهلا هر وادلي إيه زورت شاكا بلان زور بعلماء لقال أوان كنا كاكا كلام جملنيا عفو 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 جمله كلامنيا جمتي قلت يا ببودا ايه والصواب او كيف نشام دليه انها اعمو امش دليه فهي اعمو من الكلام جمله عامتلة لكلام يعني تي يعني جمله كلامنيا دكري برك جمله كلام بن بلان همو جمله كلامنيا او يا بعصك باشا فهي عموم من الكلام عند الأكثر اهزوا شاكا يعني هر جملة يقبلين كلام كلامني بو چونك جاريوال لجملة كده إفادنية مثلا بو نمونا وكو جملة سلا هر ابن هشام مثال بو دينتو إذا مثلا وقت يما بحثي موصولات دكي هوايا موصولات سلا دويت لهمو كتبكي نحو دا إما خيون دمانا هر چي موصولكا بموصولات عامة وبموصولات خاصة تو دبيني تي بيدلن جملة سيلي دبي دي سيلاش حتما لا لازم دبي تبيد دبي جملة بيد دي لحالك جملة سيلا هيتش فائدة كي تداني لواقع دا بتانية باشا ببيع موصولك لواقع دا ايه يا مثلا تولي جملة شرط جملة شرط بتانية ببيع جوابك هيتش فائدة كي تدانية وهر وها جمله جوابك ببه جمله شتك هيس فائده كي تداني جابويا قصك زور جوانا فهي عموم من الكلام عند الاكثر لا يزور بعلماء جمله لكلام عام ترى لا واقع ده ذكر همو كلامك جمله بيت او يا بحثك بلا همو جمله كلام نية او يا بحثك ايه شو قال همو جمله كافاده نية او يا بحثك او جمله سلو او انا ايه دوام تفصيلية فإن بدأت باسم فاسمية أجر دستي بيكراب أم جملة دستي بيكراب باسم يعني سرتاكي باسم بو أو تشيشاني جملة جملة اسمية إيه زوتك وكو زيد قائم وأنت صوموا خير لكم وإن زيدا قائم إذ لا عبرة بالحرف لا أنت صوموا دا أو ما بستي أوي كاسمك تصريح بي وكو زيد لا زيد قائم دا وتم مؤول به باسم يعني بلفظ اسم نبت بلان بتأويل ببيت اسم وكو لا أن تصوموا دا أن تصوموا خير لكم تصوموا لبيت صيامكم آها أو هر جملة اسمية فرقناك هر تنظاهر كي أولا كي فعلا بلان نا چونك لبيت مصدر هر جملة اسمية باشان إن زيدا قائم أولا كي حرفة وكو أيبين دي أم جملة هر جملة اسمية بو چونك هيج اعتباره بحرف ناكري لجملة دا يعني بلين وانيا قرار برياركا وانا براوتو اقر جملة اولا كي حرف بلين جملة حرفية بو چونك ايما عموما
شتك ما نيه بناي جملة حرفية وا حرشي همانة يا اسمية يا فعلية جا أم جا أجر جملة أول كي حرف بو تماشى دو حرفك دكين دو حرفك فعل بو جملة فعلية دو حرفك اسم بو جملة اسمية أو قاعدة أو بفعل بفعل عطف بصر باسمين يا آوايا فإن بدأت بفعل أجر جملة دسي بيكرا بفعل يعني سرتاي جملة كمان فعل بو ففعلية أو جملة جملة فعلية أي ذات شك كقام زيد يسألي ركانا دا أجد قطان كربية قام زيد واضحة أمجا هل قام زيد يعني دا اعتبار ناكل بحل استفهاميك چونك لسر دروز بوني جملة فعليك هيتش يعني نقشي هنا لواقع دا چونك اعتبار بقامك هل يكريك بدوها لك دا او يبحثك ايه وباشان هل لا زيدا ضربته اولي ركانا دا اعتبار با زيدا ناكلك بدوها اللاوية بو چونك حروف التحضيض وكل هدادة اخوان من عادة دلي اقر بدوا حرف التحضيض اجدا اقر احيانا اسمكات او بزان فعلك مقدر بو چونك حروف التحضيض او حرفانيك بو تشويق مخاطب بكاد جيرين بيقوما الناس نصر اسم اقر بس نصر اسم او محزوف اقل اعرادا هيا لنتيجة اما باب اشتغالا هل لا زيدا ضربته يعني هل لا ضربت زيدا ضربته او على اصل الله زيدا او مفعول بفعلك محذوف چونك ضربته كالدواوي تفسير محذوف كذلك لان تزام الجمله الفعليه ويا عبد الله بظاهر حرفك واسمك بنا حرفك چونك بجي فعل دانشت ولك انا دا نائب منابة قائم مقام جي قرب قولي كردي تازه مشه بجمله فعليه وداد اندري وإن أحد من المشركين استجارك يسأل لك أنا دا أمش هالجملة فعلية بو شونك بظاهر آوة ودبيني كأين توتصر أحد أو نابت الجملة اسمية بو شونك لأساسا لبنهرتا أداة الشر ناس نصر اسم إيجر لقل اسم دا سازقاريني أداة الشر كدان دراون لذات إخوان دا بو داخل بون بو صرف فعل دان دراون يسأل آوة بظاهر دبيني تماشا استجارك بك او استجارك دبيت الدليل بلغو رهنما بو اما بيما اندلي لنوعي ام استجارك استجاريشي كهيا كفا دبيت عامل لأحد دا أحد فاعلك او اول لنتيجة دا او أحد بوي مرفوعة لنتيجة اما جملة فعلية جملة كجملة شرطية البتا وان استجارك أحد من المشتركين استجارك لنتيجة دا ام استجارك تفسيري او استجار محذوفة دكاتو كبدو انك داتوا لويش دا در كود كجملة كجملة جملة فعلية يعني دي بتوصل نجي او بابتانا بدي او قاعدانا بزاني جادتواني فعلية لإسمية تشخيص ديتو جاي وكيتو هالي وعبيري اي دور باش شو قال لأن المقدرة كالمذكوري شتك كمقدر بي حكم مذكوري هي وشتك كمقدر بي وكو فعلك كالدوائنا ومقدرة هل وكو ببيت فعلك هل وكو فعلك لا أراد أبن أصلا حكمي نبوي وناك حكمي بوني وناك للواقع ده دواء أم تفصيلا أم توضيحا يدتشي تسر بابتك جرين جا جوان جولم مطلبة بجرين بابتك وردة جوان جولم بحثة بجرين كاكا دقت كم ألي ثم إن وقعت خبرا فصغرى أو كان خبر المبتدأ فيها جملة فكبرى نحو زيد قام أبوه باشا إيه فقام أبوه صغرى والجميع كبرى إيه صغرى وكبرى لا قتر ذاكاتي خوي هندك ما بحث كل بحثي أم صغرى وكبرى هل بحثي وابزانم اشتغال دابو الله أعلم والله النازانم لشويني كجدا لم تبانه كتدريس ما كدوه خلاصة كلام هن وأظنم لشوينش كده أو بحصهات تبي شو إيه كاكا ثم إن وقعت خبرا وقعت فاعلك هي بو جملة جاتو أجد جملة كا باشا جملة بو بخبر باشا أو جملة كده بتخبر في ظلنا سيبيلان جملة صغرى باشا أو كان خبر المبتدأ فيها جملة فكبرى يا أجر خبري مبتداك فيها باش لو جملة دا جملة بو خبري مبتداك ما بشكل جملة هات بو
او جمله که جمله کبرایه یعنی دو قصه خبره که جمله به او بو جمله خبره ده گوتله صغرا خبری جمله که خبری مبتدا که لناو جمله یک دابه باشه خبری مبتدا که لناو جمله یک دابه خبر مبتدا که جمله به یعنی جمله لناو جمله دابت او پیدلنسی پیالن جمله کبرا باشه اشتکا ورده مثال که دابتان تغذیب او که زیدون داله قام ابوه باشه جوان اگر تماشا بکن بحثا که بوردی دیتا پیشوا یعنی بوردی لیمان حالیه بی انشاء الله الرحمن ایتر و چشنه بلاقه ده ای لنتیجه ده جاره پیشا مشتیک او بلین جوان بالا مطلبک حالی ببین جمله کبرا جمله یکا که اسمیه لأصل ده باشه خبری او مبتدایه جمله ای مثاله که کوچی زیدون قام ابوه باشه که دلی فقام ابوه صغرا والجميع كبرى چون دقت که اما جمله که آوايا که تماشا کی یعنی اگه تماشا لای خواره ویده کی جمله فعلیه یا تماشا لای سره ویده کی جمله اسمیه یا باشه که لنتیجه ده جمله صغرا دامزرانکی باشه لسر اساسی مبتدا یعنی و دادندره کبیبه تخبر با مبتدا جمله صغرا لمثالک ده دقت که دلی فقام ابوه صغرا و الجمع کبرا چون زیدون قام ابوه قام ابوه جمله جمله فعلیه فعل و فاعله دبت جمله صغرا بو چون که ثم این وقعت خبرا فصغرا اگر جمله که بو بخبر او صغرا است ام جمله قام ابوه بو تخبر بو تچی خبر بسی بو زیدی که بو تخبر بو زیدی او قام از ابوه بو بصغرا ام جا والجمعی کبرا هر هموی بسر یکی شود چیا جمله کبرا بو چون که جمله که جمله اسمیه که خبره که جمله است تو اگر تماشا سروی جمله که بکی چون که گوتمان فا ام بودیت بسم فسمیتون دی زیدون قام ابوه سرتاکی بچی ویا بزید ویا لنتیجه دا زیدون مبتدای و اسم لنتیجه جمله که جمله اسمیه جا اگر تو بروانی سرتای جمله که جمله کبرایه بو چون که سرتای جمله که اسم و مبتدای ولناو خویده خبرکشی هیا که پیدلن صغرا جا ام دروز بونی جمله بمشوازه پیدلن سی پیدلن جمله کبرا جمله کبرا بو بجمله یک که اسمیه ولناو او جمله داوکو خویدله او کان خبر المبتدئی فيها جمله فکبرا که لناو جمله کدا خبری مبتدئه یا باشا او جمله ابم شوازه درس کرابی اول کی به مبتدا دام زرابی ولن ادامه جمله کدا لنا خو جمله کدا جمله یک ببیت ک ببیت خبری او مبتدا یا اما پیدا جمله کبرا زرت ساکن والجميع کبرا اترحمو چی همو دبت سیبت کبرا زرت ساکن پاشان وقد تكون صغرا وكبرا باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق جوان لما طلبك حالبا أما شوانيكي وردة قراني بلاي لي حالينا بلان توزي وردة كاري تدايا تكون اسمكي هي بو جملة لسيطة جاري ويا جملة دبيتا هم دبيتا صغرى هم دبيتا كبرى بدو اعتبار يعني هم صغرى وهم كبرى باشا بدو اعتبار شون بدو اعتبار استي خوي بو من توضح ده ده لعقيدة باشا وكو چي وكو زيدون ابوهو غلامه منطلق باشا دقتك مجموعي ام كلاما كزيدون ابوهو غلامه منطلق وكو اسم چوار اسمنو
إضافش كلام برو دو زمير چوار اسم باشا مجموعي أم كلام جملة كبرايا باشا جملة كبرايا إيه أم جا أو باعتبارك جملة كبرايا بو اعتبارك سرتاكي اسمه مبتدأ وكوزيد بيت أو بو اعتبارك كبرايا أبو اعتباري إذا أمزع دقتك باشا لدواء وكا لزيدي تواودبين دقتك باشا تماشابك غلامه منطلق نمجا أم صغرى غير صغرى هشتي چكنية بو چونك غلامه منطلق خبري مبتداك أبا أو إيه دوبارة ورا واملاوا أبوه غلامه منطلق أم دوبارة جملة كبرى بو شنك اللواقع دا لأبوه غلامه منطلق دا مبتدا يجنجا وكأبوه وبدوا أودالنا أم جملة دا جملة كي صغرى هي كلاسر خبري مبتدا دا مزلاوك غلامه منطلق جاء أو كاتا دقتك او كاتيا زور جالبة زور زور تايبة لواقدة ديتمان لدو جمسره ببا كبرى ودكري لدو جمسره ببا صغرى لدو لاودة بتا كبرى كتي زيدون ابوه غلام منطلقون كبا يكسا وتماشاكي جملة جملة كبرى بو چون كسرتاي جملة كمان اسم با اسم دادا مزريا وكو ديار واضح رونا ايه أم جاولا ناويهو غلام ومنطلقون خوي صغرايو بس غيري صغرايو نشتي چكنه بو چونك قطمان وقت خبر جملة بو بخبر أو صغرايا اسي غلام ومنطلقون بو تخبر بو أبي أي رحمتي إخواتان دبي زور باشا پاشان أبوه غلام ومنطلقون دوبارة كبرايا بچي اعتبارك باعتباري أوي أها كخبري أبوه جملة كيسميه كوكو غلامه منطلقون بيت أمزا أقابيت السري عربي جملة زي مبتلاء أولا أب مبتلاء دوم إذا فكرة أبريكا كم زوفو ليتي شاو ليتي أهوايا غلامه منطلق غلامش دبت مبتلاء سيوم لواقل إذا فكرة أبريكا كم زوفو ليتي منطلقون خبرك يتي أم جملة غلام منطلقون خبر أبو أبوه تيقرا أبوه غلام منطلقون اشتغلا خبر أبو مبتلاء أول يعني أهوايا لواقل أول لدولا وديت من كوا بدو اعتبار كبرى أبو صغرى إيه اشتكى واضحة وقد لا تكون الصغرى وهندي جاريتك يا جملة صغرانية ولا كبرى كبرى جنية يعني تعبير صغرى وكبرى بو بازناكي بو چونك كبرانية بو اعتبارا سرتاي جملة باسمو مبتلا دانا مزلاو وإدامك خبري بيت أولايك وجملة صغرى جنية بو چونك جملة نبو تخبر بمتلايك وكو قامزلون هر جملة وبس تعبيري صغرى وكبرى بمي ناخوا وبدردي أمي ناخوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.